تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت المؤسسة البحرينية للحوار مؤتمر الحوار المجتمعي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وتسهيل تبادل الأفكار بين قطاعات المجتمع كافة. لطالما أكد الحوار على موقفه بأنه أداة متحضرة تستطيع من خلالها المجتمعات تحقيق أقصى تطلعاتها نحو التنمية المستدامة الشاملة على مختلف الأصعدة. وفي ذات السياق يأتي مؤتمر الحوار المجتمعي ليؤكد على أن الحوار جعل من مملكة البحرين واحة للتعددية والتعايش والانفتاح الإيجابي بين جميع الأديان والطوائف والمعتقدات. فمثل هذا النوع من الثقافات يعني يجب أن نفتخر فيه ونعتز فيه أنه هو قائم في مجتمعنا البحريني بصورة ممتازة، لكن لا شك أنه هو علم أيضا ومحتاج حق تدريب ومحتاج حق ممارسات تعلمنا كيف نحترم الرأي الآخر، كيف نجيد ثقافة الحوار، كيف نستطيع أن نصل إلى النتائج التي تخدم بلدنا وتخدم مصالحنا العامة بصورة سهلة وميسرة. فاليوم النقاشات اللي تدور يعني بين الشباب المتدربين والتجارب اللي دخلوا فيها تجارب حياتية مجتمعية ممتازة، فالحقيقة يعني هذا النوع من الأنشطة والفعاليات تخدم تنمية المجتمع بصورة مباشرة. إن التنوع والاختلاف سمة إنسانية يجب أن تسخر في خدمة الأهداف المشتركة للمجتمعات عن طريق ترسيخ قيم الحوار الإيجابي البناء في مختلف الحقول وتحويل المعوقات إلى عامل دافع للمزيد من العطاء والإنتاج والسلم المجتمعي. المؤتمر اليوم يعتبر بالنسبة لي أداة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي في البحرين. نحن لما نفكر في الحوار ناس يعتقدوا أنه لا ما في غير حوار واحد وهو الحوار السياسي، لا، في نوع آخر من الحوار وهو الحوار المجتمعي أو الحوار المدني. فنحن من أساليبنا أو خلينا نقول من أهدافنا هي تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي وتشجيع الناس على حل الخلافات المحلية الموجودة في البحرين والقضايا الموجودة في البحرين عن طريق الحوار المجتمعي البناء. مشروع جميل جدا يدعو إلى التحاور فيما بين الأهالي للوصول إلى حل أي إشكال يقعون فيه أو خلاف. كان يعني أنا كنت من المحظوظين المشاركين في هذا البرنامج، والحمد لله ارتأت يعني المؤسسة استحقاقي لهذه الجائزة، ولكن أعتقد بأن كل من يؤمن بالحوار يستحق جائزة. مؤتمر الحوار المجتمعي يتمثل في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وتسهيل تبادل الأفكار بين قطاعات المجتمع، انطلاقا مما يفرضه الشعور بالانتماء إلى أرض الوطن والجوامع المشتركة والمصالح العامة وتحقيق التطور والنماء. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.